السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على هذه القرعة الصغيرة الخضراء اللي كتجي رائعة. غادي ندير بها واحد الأكلة اللي كتجي سهلة وبسيطة، وغادي نغسلها مزيان. بعد ما غسلتها انا غادي نجيب واحد السربيتة بيضة وغادي نشفها نمسحها مزيان، نحاول باش نمسحها، وكنزيد كنتبعها وحده وحده، كنبقى نمسح فيها لانه واخا غسلتها راه تيبقى التراب. غادي نبدا نمسحها بحال هكا بالوحده بالوحده، كنستمر عليها بحال هكا حتى كنكمل القرعه ديالنا كلها. غادي نديرها في الاناء هنايا وغادي نبدا نمسح ونحط في الشبكه. بعد ما كملتها غادي نحيد لها هذيك الرويس، الرويسات بجوج كنقطعهم نحيدهم، يعني هنا نظفناها وغسلناها مزيان. الا بان لنا شي شوائب ولا هذا كنحيدهم بيدينا. وغادي نجيب واحد الطنجره او مقله، غادي ندير فيها واحد 3 معالق ديال الزيت النباتيه، ما تنقويش الزيت، هادو راه كافي هاد الزيت باش غادي نقلي فيه هاد القرعه. تندير القرعه ديالنا طيب، كتقلى في هذيك الزويته كتحمر مزيان، لان هي رقيقه راه دغيا كطيب لان صغيره وفتيه، هي طلقات الماء. بعد ما غطيناها دابا غادي نبقى نقلبها بحال هكا باش كتنشف وكطيب. بعد ما طابت القرعه ديالنا غادي نجيب واحد الاناء وغادي ندير فيه القرعه تبرد، كنخليها هنا حتى كتبرد، كتبرد مزيان. وغادي نقي واحد جوج فصوص ديال الثوم وكنهرسهم، كندير القزبر والمعدنوس مقطعين رقاق، حد مطيشه محيده للزريعه حتى هي كنقطعها رقيقه. كنحطها فوق، نحط هذا الشيء فوق منها حتى كتبرد القرعه. وكنجيب حتى 3 البيضات، 3 الحبات ديال البيض، كندير قبصه من الابزار، عفوا الكمون والملح حسب الذوق. هنا كندير معلقه ونص ديال الطحين الدقيق الابيض، وكندير معلقه ونص ديال النشا، غادي نخلطها مزيان حتى كتشربها هذيك القرعه، كتشرب البيض وكتشرب الطحين والنشا. وغادي نجيب شويه ديال الجبن او الفرماج الاحمر، كنخلطو حتى كنخلطها هي عاد باش كنخلطو من الفوق، ونجيب مقله كنسخنها، كندير فيها واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون،
حتى هو راه كيجي زوين وكيتواتى مع القرعه. وغادي نخوي هاد الخلطه ديالنا في المقله، وتنقادها بسباتولا وغادي نجيب الغطاء نغطيها وكنخليها على عافية مهيلة واحد 5 دقائق. كنبدا نقادها هكا من الجناب كنشوفها لا تلصق، ما هي عندنا المقلة ديالنا ما كتلصقش. كنزيد نخليها شوية طيب لان باقي ما تحمراتش من التحت. بعد ما كتحمر حنا كنقلبوها فواحد الطبسيل وكنرجع للمقله. كنزيد نخليها طيب حتى كتشرب طيب من الداخل. هي الاكله ديالنا وجدات او الفطيره. انا غادي نقطع واحد الطريف صغير حتى تشوفوه، وعلى فكره الا بغيتو ديروها في الفران راه كتجي حتى في الفران، في الفران راه كتجي زوينه. الكل ديالنا موجودة، ولا عجبكم الفيديو شاركوه في القناة وما تنسوناش من اللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله.